صباحكم، أهلا وسهلا فيكم بوصفتنا الجديدة صباح فتوش معكم اليوم. بتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة جميعا إن شاء الله. بعد ما شفتوا البردات الحلوين اللي عندي اليوم، راح أسوي لكم هالأكل الظريفة، هالوصفة الظريفة بالصيف، ممتازة وسهلة وسريعة، وهي البوزة، يعني البوزة الأصلية، البوزة السورية الأصلية. مشان البوزة هون عندي أنا لتر حليب بقر، يعني كامل الدسم، وعندي يعني 10 معالق، بين 10 معالق هي السكر. رح أقول لكم أول شيء السكر بين 7 معالق والعشر معالق حسب إذا عندكم ما عندكم حليب نسلي، حليب هذا يعني النسلي بتعرفوا انه فيه كتير حلو وممكن تخففوا السكر اذا حطيتوا منه. عندي نص كاسه هون، وعندي كمان هي اهم شيء السحلب، شايفين السحلب هون عندي، يا اما بتحطوا، انا رح احط لكم كمان بالمعلقه كم معلقه، يعني عندكم 190 غرام هون، هدول اللي موجودين عندي 190 غرام، وبالمعلقه بالمعلقة هدول 6 معالق، لأنه هذا تقيل وبياخد وزن بالمعلقة. وبالسكر مثلا بتطلع 20 غرام، 22 غرام المعلقة حسب المعلقة، هاي بتطلع 30 31، 32 غرام السحلب بالمعلقة، شوفوا الفرق يعني. وعندي هون ناتا كمان، يعني إذا موجودة عندكم تحطوا، عندي هي 200 غرام، أنا رح أحط ناتا. وفي عندي فستق حلبي، انا كسرتهم شويه، ما بحبها كامله، انا هيك تطلع بتم كامله، كسرتهم مثل ما شايفين، وما رح اقول لكم قديش الوزن اللي موجود عندكم، يعني 50 غرام، 30 غرام، 100 غرام، 200 غرام، بكل واحد حسب استطاعته، يعني ما ضروري يعني. وعندي هم معلقتين ماء الزهر، اذا بدكم عندكم ماء الورد ممكن تحطوا، وعندي معلقه فانيليا هون. هلا رح احطهم هلا وارجيكم. اول شيء اغلي الحليب، صحيح نسيت لكم معلقه صغيره، يعني نص معلقه مسكي، يعني كمان طحنتها وهي محطوطه بالمعلقه. هي هلا حطيتهم على النار للحليبات، وهي رح ازيد له كاسه ناتا. هذا يعني حليب مكثف الناتا، يعني في ناس ما بتعرفه كمان، لانه وهلا رح احط انا السحلو شوي شوي يحرك. هون اذا ما حطيتهم ما بتقدروا توقفوا عن التحريك، مهم كتير هاي الناحيه. ورح احط كمان السكر، وراح احط الحليب المكثف، حليب النسلي عفوا، هذا بيعطيه حلاوة كمان وطعمة ظريفة للبوزة بيعطيها. مثل ما كنت شايفين ما بدي أوقف عن تحريك الواحدة، هاي مهمة يعني، رجعت لكم إياها بعد ما وقفت التسجيل مشان ما يضل الواحد عم يرجيكم هو عم يحرك على كل حال. راح أحط كمان الفانيليا، يعني اذا واحد عنده كيس ما ضروري يكون عنده سائل يعني. شوفوا بعد 5 دقائق شلون بلشها، شايفين بلش يسمع 5 دقائق يعني بدون تحريك، بدون قصدي واقفة عن التحريك، ها وسط الغاز هلا مشان ما يفوروا. شايفين بلش يغلي، ها شايفين شلون غلى وشلون تقل، ها
هلا بقى بنطفي الغاز وبنستنى شوي. وهي هلا انا رح احط له، شوفوا هاي قشطه، يعني هاي للي بده، يعني ما ضروري، اللي بيحب يحط لها قشطه مشان يتقل اكثر الطعمه يعني بيقدر يحط، يعني بس مو بالضروره. انا موجوده عندي مشان هيك رح احطها، ها، واخفقها معهم. شوفوا بقى شو اللي راح عن بالي انا، ها المسكي رح نحطها هلا ونحرك فيها، يعني ما ضروري، ها تغلي هلا، وماء الزهر كمان قولوا هلا، هذا مشان ما مشان الطعم يضل يعني. هاي بتضل هيك محافظ على الطعمة، الماء الزهر والمسكة. هاي وراح احط شوية وكتير شوية، لأن الشغلة بتزيد عن حدها بتنقص الحقيقة مثل ما بيقولوا. واحد عم ياكل بده ياكل شو اسمه بوزة، مو ياكل فستق، فستق حلبي، فشوية يعني ظريفة. وبعدين نخلي الباقي مشان نحطهم على الوش. هلا نغطيه هلا بورق الفيل او ورق النايلو هذا الخفيف، بنحط بالسفل وبنحط على الوش مشان ما تساوي وش، بنغطي له وشها كمان، بنحطها بقى يعني رقيقة. ايوه يعني هكذا. ها ايه هلا بنخليها بهالطريقة مشان بدنا نحط الوش كمان. استنوا رح تجيب نظاراتي، ماني شايفة منيح، تاريني هذا كثير رقيق وماني شايفة شو بده بالحكي الواحد. ها لازم الواحد يحط النظارات، إذا عنده نظارات للقريب بكرة بتشوفوا، بس عندي الصغار بس توصلوا للأربعينات بيصير بدكم نظارة عن قريب. شو بدنا نساوي يعني، هيك هيك الحياة. فهلا رح نصب هون، نجيب هلا ونصب عليها. ها هلا بنصب طبقة مثل ما قلت لكم رقيقة، وبالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل، ونحنا بالله تصبوا هالبوزة وزيدوها فستق. آه بسم الله. يعني ما بدها تكون طبقة سميكة مشان نقدر نلفها، بدنا نحطها هلا بالثلاجة. رح احطها لرايح على الشغل لحتى ارجع من الشغل، برجع بالليل، برجع الساعة انا شي 10:30 11 الا ربع بوصل على البيت. انا شغلي اليوم بعد الظهر دوامي، ف يعني 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 ها هلا بنعبي الاطراف هيك مثل ما شايفين، هاكوزا، وهلا بنغطي الوش كمان. يعني هلا مو ضروري، هو بعدين بتقدروا تحطون بحق الله علبه بحق الله شغله تحطوا هيك وتاكلوا هيك، والله طعمته فرجه هيك بدون شيء، يعني بدون فستق حلبي وبدون شيء، يعني انا ضايقته بدون شيء الحقيقه. هلا هاي الطبقه الثانيه، وهلا مشان نغطي فيها هاي، نغطيها مشان ما يصير لها وش. ها هيك يعني بحنيه، يعني قد ما بتقدروا بحنيه. ها هلا لحتى نقطع قوة، ها نقطع هذا هلا ونغطيها مثل ما قلنا لكم، يعني ها شوي شوي نغطيها. وي هلا رح احطها بالثلاجة لحتى ارجع وبرجيكم اياها ان شاء الله، يا اما بهي الليلة يا اما بكره الصبح. هاي هلا وترجعت من الشغل هلا بالليل، قلت لحتى طالعها وشوف هلا شلون
منظرها هاي، حتى قلنا شو نكشفها هاي. خليتها شوية طلعتها وخليتها شوية، هلا شايفينها بسم الله. شوفوا هلا من قيم هاي ونشوف، هلا بدنا نلفها لحتى هلا نلفها نشوفها شلون رح نلفها. هلا ها وريني مبين عليكم حتى اشوف هيك، ايوه عشان نشوف احيانا نفكر انه مبين وما بيكون مبين. هلا مرت بنعملها هيك، طبعا ما في شك انه انا مغسله ايدي كثير كثير يعني كثير، ايه قبل اي شغله تغسيل الايدين شغله كثير مهمه، ايه وهي عم تنجئم معي هلا الحكايه. استنوا شوي لحتى نساويها، ايوه هلا هلا هيك بالشكل ها. اذا بدكم تقدروا تحطوا لها فستق كمان هيك وانتم عم تلفوها، نحط لها شويه هلا هيك بنعمل عشان يلزق عليها. يعني اذا بتحبوا هيك، ولو انه انا ما لي من اصحاب كثير يعني ما كثير من اصحاب الفستق والبندق والشغلات هي، بس يعني اذا بتحبوا تقدروا تسووا هيك. ها كل ما تكون تلفوها لفه بتحطوا لها. خلينا هلا مبين، ايه مبين، لنحط كمان شوي ثانيه مثل ما شايفين انا بحالهم ما خليتهم يعني ها. تقولون هيك ها هيك وتلفوها كمان هاي هلا هيك. شو يعني ثلاث لفه ما شاء الله يعني لفه كبيره يعني. هلا انا بحطها هلا قبل ما اقطعها بحطها شوي بالثلاجه لانه شايفينها يعني. هلا بحط لها هلا هيك شوي هون بلفها هلا وبحطها بعدين بالثلاجة شوي قبل ما اقسمها. هاي هلا هيك خلصت. هلا هون بنقدر نحط كمان عليها مثل ما كنتوا شايفين انه ما حتى اغسل رد ايدي. هلا مثل ما شايفين بديت حطيت لها مرق وراح اتلجها شوي قبل ما هاي. هلا بعد ما خليتها ساعة زمان رديت بالثلاجة، هلا رح نفك بعد ونقطعها بسم الله. هلا قررت اخذ كف حطه قبل ما اقطعه بسم الله. والله شي قاسي قاسي، الواحد ما عاد في عنده قوه يعني، مو بس مشان قاسي مشان انا اللي ما عاد عندي قوه تاري. رح اقطعه على علمتي ورجيكم اياه والله عشان ما اخليكم تضلوا قاعدين واقفين عم تشوفوني. ها هلا هي قطعته بسم الله، شوفوا المنظر هذا بشهي. ها ما بنقدر نخليه كثير مشان ما يدوب، شوفوا لي المنظر هذا والله طلع منظر بشهي. ها شو بدي لكم انا، ما حدا بيقول عندها تؤكد مره ثانيه ها، بس لحتى نحطه هيك لحتى يبين هالمنظر الظريف اللطيف. ها شوفوا لي هالمنظر عادي. وي اذا بدكم ترشوا عليه ها شوي ثانيه كمان تقدروا. هي رح نرش هلا شوي اللي رح ناكلها، ما تفكروا انه كثير يعني اللي حطيته هذا
الفستق الحلبي مو كتير يعني 50 مية بيمشي الحال يعني. هلا قربنا لكم لتشوفوا المنظر الظريف، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ها واذا عجبتكم لا تنسونا من اللايك ومن الاشتراك للي ما اشترك او اللي ما له مشترك، وتفعيل الجرس عشان يصلكم اخر اكلات بسوية. وعلى فكرة في هلا شغلة بعملها انا هي بالقصص اسمها يعني قصص قصيرة، هي بنحطها، هي ما بقدر انا جاوب عليها، بس بقدر حط انه عجبتني لما ما عجبتني، فمشان كتير يعني يعرفوا انه ليش ما برد عليها، لانه ما بقدر رد. وهلا رح ندق لكم قدامكم شوفوا، والله كأني عند بقداش هلا. بسم الله. ها شوفوا، ها يا سلام، والله كأني عند بقداش هلا. ها شو بدي لكم، كثير طيبة وممتازة. يلا بنستودعكم، الله معكم، مع السلامة. وإذا عجبتكم الأكلة لا تنسونا من اللايك والاشتراك اللي ما له مشترك، وتفعيل الجرس عشان تصلكم آخر أكلات بسويها. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت، قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيكي بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.